السلام عليكم، شكون هو؟ نقدم راسي بعدا. السلام عليكم، نقدم لكم راسي. معكم سيمو البرقعدي من مدينة الجديدة، 30 سنة. سيدي كما كتشوفوا بغيت نوصل الافكار ديالي والفكره ديالي للمغاربه كاملين، وبالضبط من مدينه الجديده، لانني لقيت صعوبات ومشاكل، لقيت واحد الناس كيحاربوني لانني باقي صغير ودرت ثروه كبيره، وبغيت نحارب الفقر، وبغيت نبدا بمدينه جديده هي الاولى نوصل الفكره ديالي. وشحال من حاجه عندي مشاريع عملاقه هنا مدينه جديده، وحاربوني ناس مسؤولين كما كتشوفوا هنا الادله، كلشي بالادله، ما كان كلشي بالدليل. ها هما الادله سيدي، المشاريع ديالي وري الناس سيدي شحال ديال كلشي. ها البروجيات اللي تلغاو لينا، هانت القهوه اللي تحبست لينا على العمل اللي ما عرفناش علاش قبل هذا الكونفينمون، حنا كنلقاو صعوبات، وانا واقف مع خويا سيمو ان شاء الله حتى يلقى الدات ديالو، وبوجود شوف تي في، بوجود هذه الصحافه النزيهه، راه حقك كاين، حقك كاين كما كتشوفوا. هانت القهوه ديالي انا ساده حاليا، ها هو القهوه راه الناس فين واقفه، راه الطوموبيل مشات كاع حيده، ما كنت كما كتشوف هزت شايفور هزت كما قلت لك اخويا. يعني عطاني الله واحد الثروه وبغيت نبدا بمدينه جديده. دابا هاد الاشغال اللي موقفين مدينه جديده، انا دويت مع ناس مسؤولين، لا داعي لذكر اسمهم، واش قلت لهم؟ قلت لهم انا خلوني نخدم، خلوني نصلح. انا وقفت مع ناس كثيره، وها هما الناس ديال الحومه ديالي كاملين، فين كتكون هنا كاملين سولهم. خليت الفيلا ديالي في مراكش وجيت للجديده، علاش؟ باش نعيش مع ولاد الشعب، انا مع ولاد الشعب. خليت الريزيدونس على قدام الزوده. شحال فيها؟ شحال دايره مقطار فيها؟ مقطار 28000 ريال الليله، لا بغيتي تدخل، لا بغيتي غير 28000 ريال الليله وسديتها، علاش؟ قلت نضامن مع الاخوان المغاربه ومع الفقراء، وحنا مع الفقراء، علاش ما نوصلوش الفكره ديالنا؟ وعلاش ما نخلونيش انا؟ علاش حاربوني؟ دابا انا وليت كنلقى تهديدات على هذا الشيء. علاش درت انا قناه ديالي في يوتيوب ودرت الانستغرام باش نعرف؟ في الاسبوع الماضي تبعوه ناس بالسياره ديالهم باغيين يقلبوه في طريق الوالديه. شكون هاد الناس؟ السبب هاد السيد دخل واحد المشروع اللي تحارب، اللي كانوا رجال كبار في البلاد هنا بلا ما نسمي، ولا داعي لذاك الاسم، هما بغاو يديروا هاد البروجي وبغاو يحرموه منه حيت هو شاب طموح. اول واحد دخل شركة ديال السيارات في مدينه الجديده هو سيمو البرقادي، هو انا. ها هو السيارات الفخمه اللي عندي، ها هو صديقي من دوين تخيز اصاحبي، راه انا هاد السيد كنعرفو، هاد السيد راه كنعرفو، هاد السيد انا راه خليت خدمتي، خليت روينتي في الباراغواي، خليت روينتي في الباراغواي وجيت باش نوقف معاه، حيت شو مظلوم، حيت انا هذا الشخص مظلوم وعنده بزاف ديال الحوايج، جا كانت جايه خاويه وجيت فيها فهمتي، وبزاف ديال الحوايج وهما حاقرينو. اذا راه هذا الفيديو غيتبارطاجا والله ما يضيع لك حقك. الحمد لله، دلائل، كلشي بالدلائل، كلشي بالدلائل، كلشي بالدلائل، كلشي بالدلائل. هذا البروجي ديالي هنا اللي درته في الجرف اللي غيدخل 60000 من مدينه جديده، وانا حلفت لهم قلت لهم قدام هاد المشاهدين والله ما غيبقى شي واحد مريح، كلشي غيدخل يخدم، كلشي غيوقف، كلشي غيسكت ضحكنا صاحبي، خلينا كلشي غيوقف، كلشي غيخدم، كلشي باغي يخدم، كلشي 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 لان حنا خويا حنا ناس طموحين، حنا يا ولاد الشعب، حنا بدينا من زيرو. تخيل معايا من هنا 50 لرجعنا 5 سنين ما كان عندي والو. ها هو سولي منين بديت؟ بديت من الصفر، صفر. يعني انسان طموح وخدمت عقلي، واحد القضيه عندي اجازه في الحقوق، عندي اجازه في الحقوق، وعندي 4 اللغات ومقاول فرونسي ولونجلي في الجيب، وسبانيوني وطالينيه كنجونجلي بها. اسمعني سيمو، باش تعرف بان احنا هاد الناس ولا الصديق ديالي ما ندويش على راسي، بان عنده السلطه ديالو هنا في مدينه جديده. جيتي لقيتيني باركين في قهوه، واخا الكونفينمون، كراسه، القهوه ديالو ساده، دابا باركين ضاحكين، باش ماشي حنت. شوف راه بزاف الناس خداو واحد النظره على شوف تيفي انها كتنشر غير التفاهه وداك الشيء، حنا هاد الناس الله يسهل عليهم، ولكن حنا هاد الشخص بصح محتاج المساعده، ماشي محتاج مساعدة ولا غير دوك الناس يرفعوا عليه يديهم، هما لا يمثلون هنا في هذه المدينة، فهمتي؟ ما كيمثلوناش، يخليو السيد يخدم، أقسم بالله. شوف يعطيو الشباب دورتموند، يعطيو الشباب تخدم، حتى الآخر وري الدلائل. كما شتي يا سيدي، عندي أفكار، الأفكار كتضيع مني هكاك، أفكار سارت تضيع مني هكاك، ما بغاش ياخذوا عليه، ما بغاش يحافظوا على الشباب المغربي، ما يحافظوش على الشاب طموح مدينة جديدة. سيمو البرقعدي سير يضيع هكاك، سير يضيع. ها هو سولي الثروه ديالي دابا، انا حاليا دخلت في 25% من الثروه ديالي على قبل الفقراء، فرقت كامل على الفقراء. علاش؟ كاملين درت لهم بروجيات، اللي باغي يدير الحوت في رمضان درت ليه الحوت، اللي باغي يدير تريبورتور، اللي باغي يدير، خديت للدراري كليو، خدينا للدراري هاي الطونوبيل، وريهم الطونوبيل الاخرى اللي خديتها، هاي ديال القهوه، هاي شوف مول العصار ديال القهوه راه عندو، شوف تا هو الدري راهو الدرب، هو بدرايه بهذا الشيء كله اللي كيدور هنا، وتا هو مسكين لا ناس عارفيني. شوف عارفيني، شوف عارفيني، شافوني، شاف طموح، عرفوني عندي ثروه كبيره، دوك يحاربوني كيقولوا لي علاش انت هادي، علاش دابا انا ما بغيتش نرجع لبرا، كنت في السويد. ها هو سولي كان في السويد تما، كنت في السويد،
من قبل من 5 سنين درت الثروه ديالي تما فهمتيني ولا لا؟ وهادشي خصنا نحافظوا على هادشي يا صاحبي وخلونا نخدموا ونخدموا البلاد نحيدوا لهم الحفاري وهادشي هذاك الشيء الاعمال اللي واقفه دابا عطوني هنا البروجي نخدموا فابور من مالي الخاص عيب عيب عليا لبقات شي حفره في جديده عيب عليا لبقات شي حفره واحد دقيقه الشعب تحيه الناس شكرا شكرا هاي كتشكر فينا كلشي كيحماق علينا انا شوف